كما أوضح الرئيس السيسي أنه تم إطلاق الحوار الوطني للجميع ولكن باستثناء فصيل واحد فقط. وشدد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية بحاجة لتضحيات من الجميع. هو احنا النهارده لما أطلقنا الحوار مش كده؟ وأطلقناه عشان كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية بدون استثناء مع إيه؟ استثناء واحد. طب الاستثناء الواحد ليه؟ عشان بس الناس ممكن تقول ليه احنا ما قلناش كل الناس تبقى موجوده معانا؟ لان احنا يا جماعه في 3/7 اخر حاجه عملتها طرحت عليهم تصور ممكن ان نتجاوز بيه ازمتنا اللي هو نعمل انتخابات رئاسيه مبكره، نطلق الشعب خرج في الشوارع، طيب نديله فرصه يقول رايه، وانتوا بتقولوا ان انتوا ليكم مؤيدين وبتقولوا دي مؤامره، طب ما تخلونا نكتشف المؤامره دي ونعمل انتخابات رئاسيه مبكره مرة تانية. إن جابوكم خلاص، طب ما جابوكمش بقيتوا جزء من الإيه؟ من العملية السياسية في مصر، مش كده؟ ده ما حصلش. قالوا نعمل إيه؟ لا نقاتل. بما إنك قاتلت يبقى النهاردة الأرضية المشتركة اللي بتجمعنا للحوار والنقاش مش موجودة، لأنك أنا بتكلم في حوار وأنت بتتكلم في إيه؟ في قتل. دي واحد. نمرة اتنين، انت ما جيتش الا بعد ما الامور ايه؟ لكن لو انت كنت نجحت بطريقتك كنت انا هقول لك طب تعالى نعمل حرب حتى اسمع مني؟ لا، انت هتقولي لا انا انتصرت عليك بالقتال والقتل وبالتالي ما انا هاخدها بالقوه. رغم انه كان هياخد اشلاء. تاخد ايه؟ اشلاء. وبعد 8 سنين من الكفاح المرير تفهم يعني ايه الدوله دي وتحدياتها. واللي انا قلته ده وانا بقول لكم دلوقتي هتلاقوه في مطبطه المجلس الاعلى للقوات المسلحه في يناير 2014 قبل بنناقش فكره ان انا اسيب الجيش ولا لا. طب بقول لهم اللي انا بقوله لكم ده، الدوله دي عايزه تضحيات من كل اللي فيها.